أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الأورينت، وهذه أولى ساعات جولة الظهيرة. إلى العناوين: عشرة قتلى في حصيلة أولية لانفجار استهدف اجتماعا لهيئة علماء القلمون في إرسال اللبنانية. خلافات روسية إيرانية بشأن سوريا ومصير الأسد أبرز أسبابها. العفو الدولية تحمل النظام مسؤولية الاختفاء القسري للمدنيين. أثوار يعلنون مورك مدينة محررة بالكامل ويمهدون بالمدفعية الثقيلة لاقتحام سوران.